السلام عليكم خوتي وخواتاتي بخير، لاباس عليكم؟ صحة لاباس. ما كنتش ناوي ندير فيديو اليوم صراحة، بلاتي نقاتي شوية الكاميرا. فوالا، ما كنتش ناوي ندير لكم هذا الفيديو اليوم، ولكن صراحة ملي تفاجأت بهذه الكمية الهائلة ديال التفاعل. كنهضر كمية هائلة أو الكم هائل ديال التفاعل، راه ما كنهضرش على راسي أنني كقناة كبيرة ولا راه قناة صغيرة مولاها دار قناة هذه عامين ومبقاش يخدم عليها. يعني واحد بحالي كيحط الفيديو راه ما يخصوش يلقى حتى الا لقيت 10 ديال المشاهدات راه ما قالها حد لحد. ولكن انا تفاجات لقيت راسي ان المهم انا حيت كما قلت لكم هذه القناه راه مرآة ديالي، كنبغي نبارطاجي فيها اي حاجه ديالي معكم، اي حاجه عندي كنبغي نبارطاجيها معكم. وقلت صافي لا داعي للخجل، انا عاقل في الزواج دونك علاش ما نهضرش على هذا المشكل هذا. فريمون مشكل، وانا نصابوش انا بوحدي اللي متوشي في هذه القضيه، نصاب والله العظيم اللي كنصابوش انا بوحدي اللي عندي هذا المشكل. كاين ناس عندي اصدقاء بزاف مزوجين بوليداتهم الله يسهل عليهم، هذوك فازوا في وقت الغفله. حنا اللي تعطلنا وبدينا كنفعو كبير شويه، تنقول ماشي دابا بلاتي تسنى شويه بلاتي جبناها في راسنا. المهم على اي، حنا ما غاديش نعممو. انا الموضوع ديالي اللي خلاني نحط هاد الفيديو في هاد التوقيت بالضبط، اول حاجه الكونجي غيسالي ليا غندخل نهار الاثنين، ما يبقاش عندي الوقت باش نحط. واخا ولكن بصراحه ما نكذبش عليكم، الا بقيتو كتفاعلوا معايا بحال هكا اكيد غتشجعوني اصلا حمستوني باش نحط الفيديو اليوم. دونك لقيت واحد الكم هائل ديال التفاعل، لقيت بزاف ديال التعليقات ما عمرو ما جاوني حتى ملي كنت نهضر على الدرك الملكي وكنبارطاجي الاكسبيريونس ديالي مع الدرك. لقيت ان كان عندي واحد الجمهور غير ثابت، كيجيو عندي دوك لي زاليف جوندام التلاميذ الدراكيين او الدري اللي غير مقبلين على الستاج، هادو كيكونوا عند واحد لا بيريود باساجير، يعني هادو دي كومون ديراج دي تيلي سبيكتاتور باساجي، يعني بحال كنقول لك مشاهدون عابرون، يعني واحد عندهم واحد الفتره غيدوزو فيها الستاج او مقبلين على الستاج كيبغيو يستافدوا من حقهم ماشي مشكل. دونك انا واخا هاد النوع ديال البوبليك ما تيكونش عندي ستابل، ما تيكونش عندي ديما، بدليل انني الا حطيت فيديو على الدرك في واحد لا بيريود اللي قريبه من ستاج ديال الدرك الملكي كيهجموا على القناه، وكنفرح كنلقى 10 كا 15 كا، يعني 15000 مشاهده او 14000 مشاهده، يعني بالنسبه لقناه صغيره راه طوب. ولكن حدي كندير فيديو عادي خرجه فلوغ اكسيتيرا ما كاينش اللي هذا اللي زعما اللي كيدخل عندي قليل. ولكن سبحان الله كنت مهموم ومضيوم وكنقول وا بدر كيفاش دابا شو شحال وصلتي في السن كيفاش ما تزوجتيش؟ قلت والله تندير فيديو غنهضر فيه بحال كنهضر مع راسي، كنبارطاجي معاكم حياتي. فاذا بي كنلقى الفيديو طلع الحمد لله، يعني كانت المشاهده لا باس بها، عجبتني لا تنقول لا باس بها وانا فرحان بها، لحسب انني قناه صغيره وبفضل ديالكم ان شاء الله غادي نكبر. هذه القناه راه قناتكم، تنقول واحد النهار غنكبر بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بالفضل ديالكم. الله سبحانه وتعالى الا بغى يساعد العبد ديالو راه كيسخر ليه العباد، كيقدر يسخر لك عبد واحد اخر كيعاونك في شي حاجه، يعاونك غير في المشاهده. واحد خصوصا واحد القضيه اللي كنطلبها منكم، راه لا بلوبار مثلا عندي 1300 مشاهده لحد الان اللي شفتها في تقريبا في يوفدار في يومين، ولكن راه الاكثريه ما دارش اللايك، اللايك كنلقى 34 ولا 35 لايك. عافاكم كنطلبكم اللي شاهد الفيديو ولا عجبو يعني ما فيها باس، راه لايك فابور. وفجروا لي داك الجرس ديال الاشتراك، ديروا لي ابوني، سي فغي تزادت عندي 51 ابوني في هذا الفيديو الاخر، وكنشكركم من قلبي. ولكن ما كرهناش اللي زار الفيديو يدير لنا ابوني يدير لنا لايك باش تحفزوني باش نبقى نزيد نحط. ورتأيت انني غنهضر على هذا الموضوع هذا بعجاله ديال الزواج، ما كنتش متوقع. انا كنت صراحه كنصاوب شي انا بوحدي اللي عاقل وشي انا بوحدي اللي حاصل، انا عندي لا فولونتي باغي نتزوج، ولكن جاتني كميه كبيره من المتتبعين وراه لقيت التعاليق ديالهم، تعاليق زوينه زوينه بزاف، وماشي شي وحدين اللي كيديروا لي التعاليق، ماشي زعما شي ناس ما قاريينش ولا نيفو طالع. كنشوف التعليق باللغه العربيه الفصحى، ناس متضلعين، كاين اللي متضلع في الامور الدينيه، كاين اللي متضلع في الامور القانونيه، راه دايرين كاين اللي داخل عندي بسميتو، كاين اللي داخل عندي بسودو ولا داير ديك الاسماء، راه التعاليق راه عندكم، تقدروا تدخلوا للقناه ديالي وتشوفوها على هذا الفيديو ديال علاش انا باقي ما تزوجتش دابا. مي صراحه انا عجبني الحال، لقيت تفاعل كبير، ولكن اللي فهمت انا الخلاصه او المغزى اللي استخلصته من هذا الفيديو اللي حطيت هو انني ماشي انا بوحدي في المغرب اللي عاكل، انا عاكل ولكن انا باغي نتزوج، ولكن الناس اخرين اللي عاكلين من المتتبعين كينصحوني تقول لي ما تزوجش، راه كلهم عطوني الاراء ديالهم، كلهم كيهضروا على المدونه. يا سي فغي انا عارف هذه القضيه ديال المدونه دارت مشكله كبيره في الزواج في المغرب، الدراري كلهم ولا ظاهره العزوف عن الزواج، ولات الظاهره هذه خطيره، كلشي كيهرب من الزواج.
لاقاش كاين شروط تعجيزيه في الطلاق، راه الزواج تزوج بزيرو درهم وطلق طلق بملايين، المصيبه كحله. عندك صالير متواضع واحد الاجره متواضعه كتبدا في الشهر، الا طلقتي بالولاد غتقول لي اه عندك خصك تصرف على ولادك، اه تصرف على ولادك، ولكن غتقسم معاها الصالير راه ما يبقاك انت والو. الا تجربه فشلات عندك سي فيني بور توا، ما تقدرش تعاود حياتك مع واحده اخرى. داكشي باش انا متخوف بزاف من هاد القضيه ديال الزواج. عشان نقول لكم انا بغيت، انا الامنيه ديالي نتزوج بوحده. اول حاجه كتكون كتخاف من الله سبحانه وتعالى، حيت المراه ما كتحضاش، واخا تعيا ما تحضيها، راك طير مع الطيور والو، تقولك الا كانت تبغيك، الا كانت تخاف من الله سبحانه وتعالى اولا راه ما غاديش تقولك، ثانيا تكون كتبغيك بزاف اكثر من انت كتكون كتبغيها. انا هذه كان انسيستي عليها. علاش؟ ما نعرف، بالحدس ديالي بالاكسبيريونس ديالي دائما ملي كتكون المراه زوينه كتبقى انت اللي تابعها، انت اللي لاصق فيها الى اخره، ما عند الله كتقدم تدفع عليك كبير، وكما كتسوقش لك وتقدر تقولك في اي لحظه. ولكن هذيك اللي كتكون انت المهم عزيزه عليك ظريفه وكذا، ولكن كتحس بها، هي اللي كدير لك الاراره كما تنقولوا، هي اللي كتسول فيك ديما، ماشي اراره، بالعكس سي ان بوان بوزيتيف. يعني اللي ما تشدونيش من كل كلمه نقولها تسطر عليها في ستيلو احمر، يعني كنقصد وحده يعني الا كانت ما كتبغيك راه كتكون باينه، كتعيط لك يوميا بنظام وانتظام، دير لك ابيل فيديو، تسول فيك بلي ميساج، علاش اون لين، علاش ما جاوبتينيش، المهم عارف داك الشيء ديال العيالات الغيره عليك. بالعكس هذاك سي ان افونتاج، كتعرف بانك السيده كتبغيك. دابا كاين واحد الحاجه، اما كتبقى معاك في نفس الصباغه ديالها اما كتبدل. المهم انا بالنسبه ليا كنظن بان المراه بصفه عامه الا كانت كتبغيك وكتخاف من الله سبحانه وتعالى ما تخافش منها، ما عمرك ما تخاف منها. اكيد غادي تكون معاك، غتكون علاقه طيبه، وغادي تعيش معاها في ثبات ونبات كما تيقولوا، وتولدوا صبيان وبنات، يعني تديروا وليداتكم الى اخره. خصوصا الاولاد راه كنفكر فيهم الف مره ومره قبل ما نتكل على الله، كتقول بعد هاد الاولاد انا اشنو وفرت لهم. ثانيا الارضيه خاصها تكون موجوده. ثانيا كتقول الا تزوجت انا خاصني نكون فريمون تاك ديك السيده 200% انها ديالي، وما غتعذبنيش الا درت فيها الثقه وتزوجت بها، ما غاديش تعذبني ولا تجرجرني في المحاكم، حيت راه بوغ مو راه الصفه ماشي فان دو في. هي لا وحده تزوجتي بها ودرتي معها الاولاد وتحرمك منهم وتعطي النفقه وتشوفهم من الحد لحد في ساعه ولا ساعتين، صافي راه سي فيني بور توا. راه ماشي نقول خدمه تقدر تمشي لك وتقول هانيه فان كارير وتعاود في كارير واحده اخرى، ولكن في الزواج شنو هي؟ ولادك كبدتك ومرتك ملي كتولف، عرفتي ملي كتولف مراه تاكل. وشوف غير علاقه بلا زواج بلا والو، كتكون غير علاقه بسيطه، ماشي بسيطه، كتعمق فيها شويه، الا فتي 6 شهور او لا عام راه كتربي الكبده، وديك السيده اللي خواتها بك عرفتي راه كتبقى عندك واحد لو تروماتيزم، واحد الصدمه كتبقى عندك مده 8 شهور ولا عام على حسب انت كيفاش داير الكاليبر ديالك، وانت مغير ومزعزع وما كتبقاش، كتبقى مزعزع في الشخصيه ديالك وما كتبقاش تايق في الطرف الاخر، صافي وكتدخل القوقعه ديالك وكتسد على راسك واحد مده عام حتى تتشافى وتتعافى، حتى داك راه اثر كبير تقدر تلعب باي حاجه الى العلاقات. وهنا كتجيني المراه اللي كنقولوا لا فام زعما سي اون كرياتور سونسيبل، واحد المخلوقه حساسه، بعض المرات كيبان ليا العكس، انا العيالات ديال دابا كيبانوا لي اقوى من الرجال، بالعكس هما ما حساسات ما والو، كدير طق الله يعاون، وانت ديال راجل كتبقى شاد راسك وكتبقى تقول ويلي كيفاش. بالنسبه للتعاليق، من بينهم واحد السيد تيهضر ليا نيت مو معلم مدونه، من واحد الناحيه عنده الحق، انا المدونه عطات الحق للمراه بزاف 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 بزاف، الى المراه ديما كتعتبروها ضحيه والراجل هو المجرم هو الديب هو الخطير كيشقوا. اه كاين رجال خايبين نتفق معاكم، اللي كيخصهم يخص القانون يزيرهم باش يعطيو النفقه ويتقدوا يقدوا بالمسؤوليه ديالهم، ولكن كنهضر انا عاوتاني دوك العيالات اللي ما كيسواوش، اللي تكون عندها ولد الناس مزوج خدام على قد الحال هذا، وكتطلق منه، كطلب الطلاق كتقلب ليه على السبه، حيت كما قال لي واحد السيد في التعليق قال لك النساء كيبغيو 10% من الرجال، ولكن كضطر تزوج لجوج الاسباب، بسبب الامومه كتبغي تولد ديال وليداتها، وبسبب النفقه كتقول انا استان بروجي. كاين بالنسبه لشي عيالات الزواج كيبان لهم بروجي، صدق هي ديك ما صدقش الله يعاون، انطلق غناخذ وليداتي غادي تجيني ماندا من عند الراجل، يعني هذه راه معضله. علاش كنقول انا تنقول يا ربي ترزقني بشي وحده اللي ما تعذبنيش في الاخر ديال عمري، تعذبت يعني مده طويله وانا باقي بلا زواج، الا سهل يلا في شي بنت الناس كنتمنى، علاش انا كنمشي بحيطه وحذر وكنمشي بتاني وبخطى ثابته وهذاك القدر تقول راه داكشي سخرات الله، راه انت وزهرك، رمانه مغمضه انت وزهرك، حيت كلشي ما تعرفوش، كلشي تعرفو الا راس بنادم الا كحل الراس، راه من بعد عام عامين العشرات كيطيح القناع، وما كيتقنوا هذا القناع كيعرفوا يلبسوه كيعرفوا يديروا الماسك. انا ما كنفهمش انا هكذا، انا علاش انا كنبغي نحاول نتعطل في علاقه، باش كنبغي فريمون ندير ميزان الحراره، كنبغي فهمتي الترمومتر باش نعبر الحراره شحال كي دايره. كتشوف انا انسان تقدر مع علاقه حاجه بسيطه كتنفخ عليك الله يعاون،
يعني ولاو كيتنفخوا بزاف. وتا واحد القضيه انا لاحظتها سبحان الله العظيم، الاستقلال المادي ديال المراه كيتسرع. ما غنعممش، كاين بنات اللي معانا خدامين معانا الله يعمر لهم الدار، مزوجات بوليداتهم وخدامات، وكيتعاونوا مع رجالاتهم على الزمان، والناس حدايا ساكنين حدايا مزوجات، هذا راه ما كنعممش باش ما تزيدوش اتاكيوني. انا لا اعمم، مي كنقول النسبه العامه المراه ملي كتكون عندها صالير تيكون زوين، خصوصا يا ويلك يا الراجل اللي كانت المراه فايتك، لا في المستوى الدراسي ولا في المستوى الثقافي، زعما المستوى الثقافي لو باركور اكاديميك، ولا عندها شي خدمه كتخلص احسن منك ولا هي بحالك، كلمه جوج تقول لك امالك بس زايدين انت عطيني براتي بسلامة الله يعاونك. عند ذلك الاستقلال المادي كيتسرها. باغ كونت مش حال هادي كانوا عيات لي ما خدامات شارك الشوم، كيف ربات بيت ممتازات، انت كضرب تمار على برا باش كتجيب داك الرزيق لوليداتك، وهي كتكلف لك بهذا بالدار ديالك، وكتاخذ داك الحنان اللي بغيتي، كل شيء عندك متوفر، وليداتك لابسين مزيان، انت لابس مزيان، كل شيء حوايجك مصبرين. اما دابا هنا ودول لا، تقدر تجي انت خصك تجي من الخدمه عيان تقول لها بغيت تشهي، وتقول لك نوض معايا الكوزينه عاوني، راه انت كيما انت خدام انا خدامه، دونك هذه من حق هتقولها لك ولكن راه على حسب المراه كيفاش فين تربات وفين كبرات. كاين المراه اللي تكون موظفه تدخل عندك تقول لك شوف اتونسيون، تقول لي الصالير ديالي، انت راه غتاخدها باللوغو ديال الموظفه، راه عندك واحد لو تيتر تقيد على الظهر ديالك، ولكن هي تقول لك اتونسيون نو مو بارل با، نو مو بارل سورتو با دو مون سالير، سي با طون طون افير، يعني الصالير ديالي كندير به اللي بغيت، ما نعطيك منه حتى ريال. دونك انت كتحسب عليك، وهذه راه عندي بزاف ديال الاصدقاء مزوجين بعيالات خدامات، والناس كيقولوا اه انت مزوج بمراه خدامه وانت مأزم، ملي تيقول لهم راه ما كتعاوني فولا تيبداو يضحكوا عليه، تيقارضنوه، تيقول لهم انت اش مزوج بها اصلا، الا كنتي راجل ما تجلسها من الدار ما تخدمهاش. دونك هنا كنقول لكم راه خص يكون التفاهم في الاول، ما خصش الراجل اللي غيتزوج مراه يهضر مع الماديات، واش نقسموا هادي، واش تحطي جدك نحط شطي، هذيك قضيه خايبه، كتدخل كونتابيلتي في علاقه، خصها تفهم راسها، تدخل هي من بدايتها راسها، وما تحرجكش هي تبين لك خطط الطريق، تقول شوف ولد الناس الا إيه تزوجت بيك انت تكلف مثلا بالكرا، ما عندكش الدار تقول انا انت تكلف بالكرا، انا تكلف بالمصروف، ولا تكلف حتى بالمصروف، انا تكلف بالكرا، او لا غنحط انا هذه وتحط انت، انا نشري هذه وانت تشري هذه، تيكون داك التفاهم، فهمتي؟ وهي نور شنو نقول لكم، قباح الله والفقر، الانسان اللي كان ميسور يتزوج ما خدامهش احسن، او لا قايله الا حبه خدامه وبغات تعيق عليه يقول لها جلسي من الخدمه، انا عندي الامكانيات باش نصرف عليك ونعيشك في نيفو واعر، دونك ما تحتاجش خدمتك غتجلسي، باش ما تحسبش عليك ولد الناس انها خدامه، هذاك هو القالب الكبير، تكون خدامه وما كتعاونكش حتى بشي حاجه، ماشي انك انت طماع ولا محتاجه، مي راه الوقت غلاس نهضرو نيشان، وليت اصلا هما كيطالبوا بالمساواه، هو كيطالبوا بالمساواه، والمساواه راه هي هذه، الا كنتي خدامه وانا خدام راه 50% 50%، ياك هذه المساواه اللي كطالبوا بها، هادشي اللي كنفهم انا يوم ما نعرف، هما تيهضروا على الحقوق ما كيهضروش على الواجبات، راه كاين الحقوق والواجبات. المهم على اي، انا الاراء جميعها احترمها، انا من هادشي كامل طلبوا معايا الله ييسر لي الله، انا عجبوني التعاليق، ولكن متفق معاهم في لو كونتكست في المعنى ككل، ولكن لا اعمم، هما ما باغيش يتزوجوا، كاين عندهم عزوف كامل على الزواج، هادو اللي كتبوا لي التعليقات، وتنحترم الراي ديالهم كنحترم. انا كاين حوايج كنشوفهم كيخلعوني في هذا المجتمع، كيبان لي فين غنصطم الزواج، ولا صعيب عليا، صعيب عليا بزاف، ما لقيتش بعدا ديك المخلوقه اللي كنقلب عليها، ديك المخلوقه المثاليه اللي كنت نشوفها شحال هادي في الثمانينات في التسعينات، كانوا بنات في المستوى، كان واحد النيفو كان يعجبني، واحد النوع ديال النساء ما بقيتش نلقاه دابا، تبخر في السماء ولا ماشي، ولا مول مليح باعو راح، ولا فين ما تكونش هذا زوينه وبنت دارهم كيطلع على واحد من عائلته ولا خدام معاه ما كيخلو لك انت والو. ولكن انا عندي رغبه باغي نتزوج، باش ما نكذبش عليكم، انا كيما قال انا عندي سلام بغيت نتزوج كمل نص دين، كيما كتب لي واحد السيد في التعليق قال لك هذوك الشيوخ النسويه اللي تكمل دينك باش كيشدوك من هذه الكلمه، ولكن علاش ما كيهضروش على 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 المراه خصها تجلس في الدار الى اخره، وما تخدمش وما تلاقاش مع رجال الى اخره. المهم الراي يحترم، انا بالنسبه لي كانت على راسي انا باغي نتزوج، ولكن هاكل كنتمنى نلقى بنت بديك المواصفات اللي بغيت انا، يعني تكون كتخاف من الله سبحانه وتعالى، ولقى ديك الحشمه اللي كانت مش حال هذه، كتهضر مع البنت كتحشم بزاف د الحوايج، يعني هذاك النوع الا لقيتو راه اكيد راه ما غاديش نتعاتق معاه. وزعما صراحه كنشكركم بزاف، وشوفوا الراي كله يحترم، انا راه ما عندي حتى حاجه ضد المراه، المراه راه كنحترمها، راه فيها امي الله يرحمها، فيها اختي، فيها ربما الزوجه ديالي غنتزوج، وربما يسع لي الله ندير بنيته، يعني المراه فيها امي اختي ومرتي وبنتي، المراه ضروريه في هذا المجتمع. عينا كنهضر على دوك النساء المتملقات اللي كيعيقوا بالصالير ديالهم، تيعيقوا بالنيفو ديالهم، تيبقى يعزلوا في الرجال بحال كيديروا دوك لي فان كي فون لي شوا، اللي كيديروا دوك الاختيارات، انا لا ما عندوش الرونج، لا بغيت هذا تكون عنده ما عرفت شنو، هذاك النوع تنكرهو انا، هذاك راه كيجيني انا. المهم كيعطيو هما كيعطيو بزاف ديال التسميات، انا كيجيني طماعات، هما كيسميو طموح، انا ماشي طموح، المرأة اللي كتبغي راجل يكون واه هاي
صافي راه بغا يخص يكون عنده احسن طوموبيل، احسن فيلا، احسن كذا، يكون الخامس فلوس. هذا ماشي طموح، هذا راه طمع. حتى هو الا كان واصل ذاك المستوى راه غادي يشوف فيك انت، غادي يشوف هو شهاده تكون من عائله كبيره وهاي وكذا بزاف د الحوايج. المهم على اي، انا كنحترم الاراء كامله و جو نو فيز بيرسون، حتى ما كنتيري حتى في شي واحد. انا كنهضر عفوي، شي حاجه كنعيشها شتها بعينيا بالعين المجرده، شي حاجه عشتها في الاكسبيريونس ديالي تنبغي نبارطاجيها معاكم. وصراحه فرحتوني بزاف بهذا، نتمنوا ديما تهجموا عليا، ماشي تهجموا عليا في لو سونس نيجاتيف، مي لو سونس دون لو سونس بوزيتيف، تهجموا عليا في الاتجاه السلبي، فهمتوني؟ ويعني في الاتجاه السلبي يعني كثروا لي التعاليق، ديروا لي اللايكات، انا اول مره كنطلبكم ديروا لي اللايكات، عافاكم، ساعدوني باش نزيد نحط. انا كشوني انا كنحط فيديو من 3 شهور، من 4 شهور، من 5 شهور، 5 شهور. دونك انا اللي درت شويه لايكات ودرت شويه لي زابوني ودرت شويه تعاليق غتحفزوني، ونبقى نحط كل مره فيديو. حيت انا اصلا اليوتيوب والله العظيم، الا انا بدا واحد القضيه بغيت نقولها قبل ما نختم الفيديو، انا كنصح جميع الشباب يخدموا على راسهم. خدم على راسك، بدا اول حاجه تقرب من الله سبحانه وتعالى، صلي، دير الرياضه، سافر. انا والمره خلاتي من بعد تجيب وحده، كتجيب وحده، ثقوا بيا. انا ملي هاد السنوات الاخرى درت خطا، بعدت على الرياضه، بعدت على بزاف الحوايج الزوينين في حياتي، حياتي تكهربات. دونك الصلاه، الرياضه والاصفار. المراه كتجيب بوحدها ملي كتكون انت كتولي نقي في دماغك وفي ذاتك، بحال كتجيب واحد الطاقه ايجابيه، كتحيد ديك، كديجاجي ديك الانرجي نيجاتيف، ديك الطاقه السلبيه كتدفعها كتمشي كديجاجيها، كتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه بفضل الصلاه وبفضل الرياضه وبفضل الاصفار، والنور كيرجع لك في وجهك. وسبحان الله، ملي كدير، ملي كندير بالي مع الزواج ولا كندير بالي مع شي بنت كنقلب عليها، تندير لها لوب وتنقلب عليها بحال هكا بالمجهر، ما كطيحش. وسبحان الله العظيم، ملي كنتي ما مسواقش وداير الرياضه ديالك وكتريني وباغي تسافر، كيجيوك فرص. دونك الحاجه كدير معها بالك ما كتصدقش. اللهم دير كلشي في يد الله، تكل على الله، وربي اللي غادي يسهل علينا. وطلبوا معايا الله يجيب لنا شي زوجه صالحه ان شاء الله. وتحياتي، السلام عليكم.